اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم وبنتكلم معاكم بمنتهى الصراحه، بنتكلم معاكم عن كل التساؤلات اللي سالتوها لي. ان شاء الله ما انضم لي كمان الناقد الرياضي الكبير، الناقد الرياضي الجميل اللي دايما بينور الدنيا، الاستاذ عصام شلتوت. اهلا بيك حبيبي يا كابتن منور، وعوده حميد لبيتك واسرتك والاعلام الاهلاوي في قناه كل الاهلاويه. ربنا يخليك دايما منور الدنيا. الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك يا رب. يعني بحاول ارد على كل الاسئله اللي بيسالها المنادي الاهلي، يعني قلقانين شويه، قلقانين ان في صفقه طارت، اصل محمد عنتر كان المفروض نجيبه، اصل انا اتكلمت. لو حضرتك عايز تضيف. لا، هو الفكره بس ان الاهلي عامل اكثر من تراك، ومجلس الاداره الحالي طبعا رئيسه الكابتن محمود الخطيب عاملين اكثر من تراك لاعاده الاهلي، وبتسمى منظومه الرياضه لبعض الضوابط. حلو. اللي ممكن ان انت تبني عليها، هل هو شراء في المطلق؟ هل أصبح الأهلي انتصاره هي صفقة ينافس عليها يعني غرماؤه أو منافسوه؟ حلو. أسئلة كثيرة جدا، الإجابات الحمراء عليها دايما مختلفة. عنتر، مين تاني؟ صلاح محسن أظن، مش كده؟ وكمان ده في كل شوية بنسمع من إمبي. نجوم كسر، نتمنى لهم كل التوفيق. الأرقام صعبة جدا بدون معايير. المعيار الأول، الأهلي يحتاج عبد الحميد حسن، شلتوت، آخرين ولا لا؟ أدي واحد. الثاني، المركز موجود ولا لا؟ هل قدم هذا النجم دلائل الخيرات في اللعب والحاجات عشان نقدر نقيم سعره؟ هل أصبح هناك، مش هنقول باروميتر وتحديد أسعار حتى يعني نرتقي باقتصاديات كرة القدم ونعيدها لفكرة الصناعة، الفكرة اللي النادي الأهلي دايما كان سباق بيها من التسويق، من إلى زي ما أنت عايز، للرعاية، لأي حاجة. الأهلي كان دائما سباق، وبالتالي يعني إيه لاعب في جولته الأولى مع الكبار يصل لهذا الرقم؟ على ما أظن أنه لجنة الكرة فكرت كثيرا، وزي ما سمعنا من المهندس عدلي القيعي أنه كان هناك سمى عرض سوقي مطروح من أصحاب الحقوق في اللاعب، تفاوض الأهلي حوله، ثم اجتمعت لجنة الكرة حيث النظرة النهائية للاحتياج والثمن. طيب، عندما تأتي بلاعب، هل يمكن أن يكون شراء نهائي؟ هل هو يكون بالإعارة؟ القرار كان في عنتر رقم مقابل إعارة ثم شراء بأي رقم. تمام. بعد كده يصلوا مستوى اللاعب. تمام. مش حبنا وكرهنا أو حبنا أو عدم يعني رضانا عن اللاعب الشخص نفسه. وبالتالي أظن أن الأهلي ذاهب نحو تسعير مختلف. يعني حضرتك لعبت كم ماتش في منتخبات ناشئين لو انت لسه ناشئ او شاب؟ هل وقع عليك اختيار المنتخبات دي ام هذا هو ظهورك الاول؟ طب في ظهورك الاول ما حدش لاحظ ان ابو صلاح علامتنا المسجله عالميا عندما تحدث الريال الملكي عن شرائه مش يرجئ لكنه يواصل النظر حتى لو القيمه بترتفع من الميركاتو الشتوي للميركاتو الصيفي المقبل ما يهمهمش، بس لكن يهمهم المعدلات، بيوصل التقييم هتظل كما هي ام لا. تقييم في الخلفيه بقى. تمام. صلاح قادم من منتخب بلاده، صلاح قادم من منتخبات شباب وناشئين ايضا في بلاده. اما ان الاوان، وكنا يمكن بنتكلم اثناء الانتخابات مع كابتن خطيب وكل نجوم الكره اللي التفوا حواليه في باقة عظيمة مش كتير على النادي الأهلي أبدا، إنه آن الأوان إنه حتى اللاعب الأجنبي الوافد على مصر، يا أخي في إنجلترا بيطلبوا 75% من منتخبات من ماتشات دولية علشان تاخد تصريح العمل اللي هو تصريح اللاعب الأجنبي. بالزبط. بالزبط. غير الاتحاد الأوروبي طبعا. ومن ثم مصر مش أقل من 25% يا كابتن. يعني تكون دولي لعبت 25% من مباريات منتخب بلادك إذا كنت فوق ال 20 25 يعني من 3 24 سنة ل 26. تمام. أو منتخبات الشباب الأولمبي الرسمية لبلادك، ومن ثم يصبح هناك تسعير منطقي. الهدية أن تقدم فريقا، لا أن تقدم نهم شرائي. وكأنه الصراع بين الجماهير زي لعبة الريست، من يفوز بمين؟ نقول يعني في وجود حضرتك عشان ما نسميش. تمام. الشباب كله. تمام. من حقه. تمام. أكتر حد من حقه يقبض هو لاعب كرة القدم، هو فارس السباق، هو اللي قايمة عليه الصناعة. هو كل حاجة، هو الكل في الكل. حلو. لكن محترم.
كمان صاحب الفلوس لازم يدورها كويس، صاحب الصناعه لازم يهتم بماكينات صناعته، وبالتالي زي ما حضرتك قلت والمهندس عادل اكد بقى كراجل صنايعي شغلته دي انه المغالاه مش هتكون هي السباقه، هيكون احتياج الفريق. الاهلي يبحث عن مساكين. طب ما شان لاعب تحت الفرودين من ناحيه الشمال في العمليه يعني قد يكون للمستقبل، لكن مش بالاسعار دي بقى. انت عندك ما شاء الله يعني، لو تحب اعدلك اللعيبه. ما انا سامع حضرتك في الفقره يعني في البدايه نذكر في الانترو برضو الناس بيه. وانت نذكر الناس بيها يعني، عندنا هنقول عبد الله السعيد، هنقول اسلام محارب، هنقول وليد سليمان، هنقول صالح جمعه، هنقول احمد حمدي، هنقول حمودي، كريم ندفد، هنقول حمودي، هنقول عمرو بركات، هنقول ميدو جابر، هنقول بكماني لو حبينا نصنفه هنصنفه. طبعا ده لعيب كويس. عندنا اثنين معارين، مؤمن زكريا، وعندنا احمد. محدش بقى سال الاعراض دي خرجت ليه؟ الاعراض دي خرجت لانه بدا حسبة مختلفة في النادي الأهلي. الحسبة المختلفة تؤكد على الآتي: من هنا لنهاية الموسم في كل العالم، لأنه سنة مونديال روسيا 2018 الموسم هينتهي في كل العالم في شهر 5، في بداية شهر 5، ومن ثم تسترد لاعبيك، وبالتالي تدخل أدوار أفريقيا الأكثر أهمية. حلو. بعد ما القطار الأحمر، ولو أن في الأهلي لا الكلام لا يفيد، مش حاجة اسمها الدوري خلص. الدوري في الملعب بالظبط، دي عادة أهلوية لغاية ما الدرع يبقى في الجزيرة. بالزبط. لكن الأمور مع القطار الأحمر أكثر انطلاق، وبالتالي أنت حاسسها كلاعب كرة، حاسسها كراجل عشت فترة في النادي الأهلي، لا هناك سمى التطوير، وبالتالي يعود لك هذا يعني الاحتياطي العالمي. ما ينفعش تقول الذين ذهبوا، بالعكس ده عاملة كده زي ما يكون عندك غطاء ذهبي من الأموال في بنك كرة القدم الأهلاوي ده، وبالتالي تقدر تعيد صياغة الفريق من مش من اول وجديد، لكن من احتياجاتك. حلو. بقى عايز سردباكين، اظن انه في عبد الله بكري ورامي صبري. بالزبط. الكلام فيهم رسمي. لكن اذا حدثت مغالاه لا اظن انه ده هيكون عند طاقه الاهلي او منافسيه. خلي بالك هناك فارق يعني السنوات ضوئيه، يدخل الاهلي او لا يدخل. لان برضو الاغلب الاعم من غير ما حد يزعل مني. حلو. ممن يدعوا الوكاله هم مصر. انا لا شفت واحد عنده مكتب ولا مشغل 3-4 زي قلنا دي صناعه. وبالتالي تلاقيه مكتب عبد الحميد وشلتوت لوكلاء اللاعبين وغيره. مفيش. مثلا يدفع ضرائب ونور وميه، وظف له 5-6 من اول الراجل الفراش لغايه ناس بتروح تخلص ورق وناس تجيب ورق، كله شغال على الشنطه. وبالتالي اذا لم يطل الاحمر الاهلاوي السعر مختلف تماما. حلو. هو ده. حلو. اللي هيعيد الانضباط بتاعه مجلس اداره النادي الاهلي وفروع العمل، بدل من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي كقائد لمنظومه كره القدم، ثم الادارات المعنيه مهندس عدلي القيع والذين معه في لجنه التعاقدات والكفرنج لجنه كره القدم. تمام. نفس التطوير اللي هنروح له لو حبيت، التطوير الاعلامي المنشود ايضا في المنظومه الحمراء هنتكلم فيه. احنا عندنا حاجات كثيره هنتكلم فيها جدا، لكن عايز اقول لك حتة اللعيب اللي كان بيموت عشان يدخل نادي الاهلي، حتة اللعيب اللي هو كان لو جاله اغراءات الدنيا كلها من اي نادي لكن بيفضل نادي الاهلي، لسه موجودة ولا قلت شوية؟ موجودة طبعا، طبعا موجودة. هو عنده اكثر من حسبة. انه انت حقوقك كاملة مؤمنة طبقا للصناعة، مش حكاية مين احسن ومين اوحش، لا حقوقك كاملة. اذا ارتبطت بقرش زي ما ترتبط بمليون، القرش او المليون وصالي زي ما بيقولوا في لغه السوق يعني. تمام. هيقولك. تمام. وبالتالي ايضا من ترتفع اسهمه اكثر عندما يرتدي الاحمر مع احترامي او باقي الالوان، طبعا هناك كبار كثر لكن يظل الاهلي هو كبير الكل. وبالتالي كان هذا الاقبال. صحيح الفلوس بقت ايسر في اماكن اخرى، لكن التاريخ اللي بيصنع فلوس اكبر هو دايما مكانه بوابات النادي الاهلي. هايل. وملعبه هايل. كلام في الجول.